الرئيس محمود عباس أبو مازن يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى القاهرة تلبية لدعوة من الرئيس السيسي لبحث القضية الفلسطينية قبل أيام من انعقاد القمة العربية في الأردن. الجيش الليبي يحكم سيطرته على المحور الغربي لمدينة بنغازي بالكامل ويبدأ تمشيط المنطقة تمهيدا لعودة الأهالي إلى ديارهم. معارك عنيفة على الأطراف الشرقية لدمشق، والجيش السوري يعلن سيطرته على منطقة استراتيجية من قبضة مسلحي المعارضة. الثانية عشرة ظهرا في القاهرة، العاشرة بتوقيت غرينتش، ساعة إخبارية شاملة. أهلا بكم. أهلا بكم. يبدأ اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس زيارة رسمية إلى القاهرة تلبية لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومن المقرر أن يبحث الجانبان الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. تأتي زيارة أبو مازن إلى القاهرة في إطار التشاور والتنسيق المستمر حول مختلف القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة قبيل انعقاد القمة العربية المقررة في العاصمة الأردنية عمان في 29 من مارس الجاري. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الأستاذ أشرف أبو الهول، نائب رئيس تحرير الأهرام ورئيس القسم السياسي. أستاذ أشرف، ما هي قراءتك لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للقاهرة، وأهم ما تحمله من ملفات؟ يعني بداية هذه الزيارة تؤكد أن العلاقة بين مصر والسلطة الفلسطينية لا يمكن أن تنقطع، ربما يعني تفتر قليلا في بعض المرات بسبب أخطاء يعني الأشخاص قد يحاولون الإساءة لهذه العلاقات، لكن في النهاية هذه علاقات لا يمكن أن تنقطع لأسباب كثيرة، منها أن مصر يعني هي أكثر دول العالم اهتماما بالقضية الفلسطينية بسبب الجوار وبسبب كونها أكبر دولة عربية وبسبب أنها ترتبط بإسرائيل بمعاهدة سلام. الفلسطينيون أيضا يعلمون أنها لا يمكن أن تنقطع علاقتهم بالقاهرة، مقر جامعة الدول العربية والقاهرة ذات الثقل. هذه الزيارة يعني تأتي أولا ربما للتمهيد للعمل على إحياء عملية السلام. الرئيس السيسي سيلتقي بالسيد أبو مازن، وبعده ستكون هناك لقاءات في القمة العربية وتنسيق مواقف، ثم سيكون الرئيس السيسي هو أول رئيس عربي يلتقي بالرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب في الأسبوع الأول من شهر أبريل. مصر لعبت دور كبير خلال الأسابيع والشهور الماضية من أجل تليين مواقف ترامب تجاه الفلسطينيين، وستعمل أيضا على إقناع الرجل بالعمل بقوة من أجل التوصل إلى تسوية سلمية، خاصة وأن مصر تؤمن تماما أن عدم حصول الفلسطينيين على حقوقهم، عدم إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو 1967 هو أحد أهم أسباب انتشار الإرهاب والتطرف في المنطقة، وإذا حلت هذه القضية سيعيش الجميع في سلام في المنطقة. نعم، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أشرف أبو الهول، نائب رئيس تحرير الأهرام ورئيس القسم السياسي. أناب الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في وضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير طابة. واحتفلت محافظة جنوب سيناء بحلول الذكرى 28 على تحرير طابة وعودتها لسيادة المصرية، وقام محافظ جنوب سيناء خالد فودة برفع العلم احتفالا بذكرى هذا اليوم. كان العلم المصري قد رفع على مدينة طابة في 19 من مارس من عام 1989 بعد أن أعلنت هيئة التحكيم الدولية حكمها بالإجماع بأن طابة أرض مصرية في نهاية سبتمبر من عام 1988. ينضم إلينا عبر الهاتف من طابة مفاد التلفزيون المصري محمود إسماعيل، و
بالتأكيد بعد التحية يجدر التوقف قليلا مع دلالات حلول ذكرى استعادة هذه البقعة الغالية من أرض الوطن. كيف تتابعون احتفال محافظة جنوب سيناء بمناسبة الذكرى 28 على تحرير طابة وعودتها إلى السيادة المصرية؟ نعم بالفعل هناك احتفال كبير جدا هنا بمدينة طابة بمحافظة جنوب سيناء. يعني اللواء خالد فودة منذ قليل رفع العلم على منطقة منصة العلم وهي عبارة عن نصب تذكاري لموقع رفع العلم المصري على أرض طابة والتي تم تحريرها في مثل هذا اليوم من عام 89 من القرن الماضي. ومنطقة منصة العلم يعني تعتبر أحد المعالم السياحية المميزة والمميزة لمدينة طابة. وبالأمس كان هناك احتفال أقامته أيضا المحافظة بهذه المناسبة بحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة ومدير أمن المحافظة. وتضمن هذا الحفل لقاءات فنية وكلمة للسيد المحافظ. وخلال فعاليات الاحتفال اليوم ومنذ قليل وضع السيد المحافظ اللواء خالد فودة حجر الأساس لمكتبة في مدينة أو قرية بدوية تم إقامتها في منطقة منصة العلم هنا بمدينة طابة وتضم ما يقرب من 200 منزل ومدرسة ووحدة صحية وعدد من المحال التجارية. يعني مدينة طابة هي مدينة مصرية تتبع محافظة جنوب سيناء كما هو معلوم ولكنها تقع على رأس خليج العقبة بين سلسلة جبال وهضاب طابة الشرقية من جهة ومياه خليج العقبة من جهة أخرى. وتمثل مدينة طابة يعني أهمية تاريخية واستراتيجية مهمة نظرا لموقعها المتميز الذي يشرف على حدود 4 دول هي مصر والسعودية والأردن وإسرائيل حيث تبعد عن ميناء إيلات الإسرائيلي ما يقرب من 7 كيلومترات شرقا وتقع في مواجهة الحدود السعودية في اتجاه مباشر لقاعدة تبوك العسكرية كما أنها تعد آخر النقاط العمرانية المصرية على خليج العقبة في مواجهة الميناء البحري الوحيد للأردن. على أي حال ما زالت الفعاليات مستمرة ونحن الآن في طريقنا إلى مدينة نويبع لمشاهدة أو لحضور احتفال سباق الهيجن الذي تنظمه محافظة جنوب سيناء في مثل هذا الموعد من كل عام في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومية. يشارك في هذا السباق عدد من الدول العربية من بينها الأردن والسعودية. يعني الاحتفالات مستمرة. أود الإشارة أيضا إلى أن يعني حضر رفع منصة رفع العلم على منصة منطقة منصة العلم وفود أيضا من دولة السعودية والأردن وخلال لقائنا بهم الحقيقة عربوا يعني عن سعادتنا البالغة بالسعادة أرض طابة آخر بقعة تم تحريرها في شبه جزيرة سيناء من الجانب الإسرائيلي والذي يعتبر هذا اليوم يعني يوم عيد ليس فقط للمصريين وإنما للعرب هذا ما أعربوا عنه الضيوف الكرام الذين شاهدوا. بالتأكيد قيمة كبيرة لطابة وأهمية أيضا تنطوي عليها الإحياء للذكرى لعودتها إلى السيادة المصرية وحضن مصر الحبيبة. أشكرك شكرا جزيلا متابعا عبر الهاتف من طابة موفد التلفزيون المصري محمود إسماعيل. أعلن المتحدث العسكري مقتل 18 فردا تكفيريا من العناصر الرئيسية شديدة الخطورة خلال الأيام القليلة الماضية خلال قصف جوي استهدف البؤر الإرهابية في مدن العريش ورفح والشيخ زويد. وأوضح المتحدث العسكري عبر صفحته على فيسبوك أن القوات الجوية تواصل دعمها لعناصر إنفاذ القانون بشمال سيناء وتنفيذ الاستطلاع الجوي لمناطق مكافحة النشاط الإرهابي. تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون وذلك في إطار التواصل والتنسيق القائم بين البلدين. تناول الاتصال مختلف الملفات الخاصة بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها إضافة إلى التشاور حول الأوضاع الإقليمية لا سيما الوضع في ليبيا ومستقبل المحادثات السياسية في سوريا. وصرح المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد أن شكري رحب خلال الاتصال بدعوة تيلرسون للمشاركة في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي والمقرر عقده بواشنطن في 22 من مارس الجاري. يعقد وزير الخارجية أعلن الجيش الليبي انتهاء المعارك بشكل نهائي وسيطرت قواته على المحور الغربي لمدينة بنغازي بالكامل. وحذر المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري أهالي المناطق المحررة من وجود ألغام ودعاهم
لعدم التوجه إلى منازلهم إلا بعد إعلان الجيش أن المنطقة أصبحت آمنة. بعد أسابيع من المعارك الطاحنة مع تنظيم داعش الإرهابي، تمكن الجيش الوطني الليبي من إحكام سيطرته على المحور الغربي لمدينة بنغازي بالكامل، معلنا انتهاء المعارك في هذه المنطقة. إعلان غرفة عمليات الكرامة عن طريق سيد العميد ركن عبد السلام الحاسي انتهاء جميع العمليات العسكرية في القاطع الغربي لمدينة بنغازي، وهو القاطع الذي كان يعتبر الرأس للجماعات الإرهابية في كامل المنطقة الشرقية. الآن اجتث هذا الرأس بالكامل من هذه المنطقة. الجيش الليبي تمكن أيضا من أسر 6 أجانب كانوا في صفوف مسلح داعش الإرهابي المتحصنين في منطقة العمارات الواقعة بين بوصنيب وقرية المجاريس في منطقة قنفودة غرب مدينة بنغازي الواقعة شرق البلاد. وعلى الرغم من إعلان الجيش الليبي سيطرته على المنطقة، إلا أنه حذر الأهالي من العودة إلى منازلهم لحين انتهاء عمليات التمشيط والتطهير من الألغام والمتفجرات التي زرعها التنظيم الإرهابي. وتشن القوات الليبية منذ نحو 3 أعوام حملة قوية ضد داعش الإرهابي في شرق البلاد، خاصة في بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية، وتمكنت من تحقيق تقدم ملحوظ على حساب التنظيم في عدة مناطق، بينما لا تزال هناك مقاومة من التنظيم في مناطق أخرى. قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إن هناك قرارات من الجامعة تتعلق بتدخلات الإيرانية في المنطقة وبمسألة الجزر الإماراتية التي تحتلها إيران. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده أبو الغيط مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في العاصمة عمان. كما دعا الأمين العام للجامعة العربية إلى وقف التدخل في شؤون بعض الدول العربية. من جانبه أعلن وزير الخارجية الأردني أن سوريا ليست مدعوة للمشاركة في القمة العربية المرتقبة. كان أبو الغيط قد وصل في وقت سابق اليوم إلى الأردن في زيارة يلتقي خلالها الملك عبد الله الثاني لبحث ترتيبات القمة العربية القادمة التي تعقد في عمان في 29 مارس الجاري. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. سيادة السفير، زيارة أبو الغيط إلى الأردن تهدف إلى بحث ترتيبات القمة العربية المقبلة التي ستعقد هناك، برأيك ما هي أهم الملفات المطروحة على هذه القمة العربية، وهل من آليات لتفعيل أي قرارات بشأنها؟ يعني في رأيي ان اهم ملف هو تنقيه الاجواء العربيه وازاله الحساسيات بين الزعماء وبين بعض الدول العربيه بعضها الاخر. ده عمل مهم جدا لضمان فعاليه ما سيصدر من قرارات. هذه نقطه. النقطه الاخرى هي الازمات العربيه المشتعله منذ 6 سنوات. لقد طال الامد في عمليه تدمير هذه الدول و عدم الخروج من هذا المأزق اللي وضعت فيه. فهنا الدول العربية إذا ما اجتمعت على موقف موحد بأنها تحترم استقلال وسيادة هذه الدول وأنها تمنع الآخرين خاصة القوى الإقليمية والدولية من التدخل، ده سيؤدي بالتأكيد إلى إسراع في حل هذه المشاكل، خاصة عندنا في الأزمة السورية وهناك آليات دولية موجودة لحل الصراع ولكن تحتاج إلى مساعدة الدول العربية والقوى الإقليمية. أيضا الأزمة الليبية. الأزمة الليبية جزء كبير من يعني عرقلة الحل هو عدم اتفاق الدول العربية على ما تم التوصل إليه في السخيرات من اتفاق والحكومة الانتقالية. الأزمة اليمنية. الأزمة اليمنية أيضا حان الوقت لوقف هذا التبديل للبلد، فقير هو أساسا ويحتاج إلى إعادة بناء تتكلف مليارات الدولارات. القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية محتاجة إلى تنشيط المبادرة العربية مرة أخرى لأنها تكاد أن تكون نسيت، فلا بد من تنشيطها. وبعدين قرار آخر محتاج إلى رؤية متوسطة المدى وبعيدة المدى. هو علاقتنا مع دول الجوار مهما اختلفنا معها. نحن في خلافات مع تركيا وفي خلافات مع إيران، ولكن هذه الدول موجودة وتؤثر في الشؤون العربية. في العراق من ناحية وفي سوريا من ناحية أخرى وفي اليمن، فلا بد إذن من إيجاد
وسيلة وآلية والاتفاق على أسلوب للتعامل مع هذه الدول حتى في ظل الاختلاف، حتى في ظل المنافسة، ولكن ده يكون هناك احتراب ومواجهة، لأن الدول لها مصالح مشتركة معنا في مصالح اقتصادية وتجارية ومصالح جوال. أيضا القضية الفلسطينية، الحقيقة أن القضية الفلسطينية لابد من بلورة الموقف العربي مرة أخرى، لأنها بتتعرض الآن لضغوط شديدة جدا جدا، لا ضغوط شديدة لمحاولة ما يسمى الصفقة الكبرى. الصفقة الكبرى من وجهة نظر من؟ خاصة أن المبعوث الأمريكي هو يعني مع الاحترام طبعا لكل الديانات، هو يهودي كان يعيش في المستوطنات الإسرائيلية قبل أن يهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. نعم أشكرك. نعم سيادة السفير، عذرا لضيق الوقت أشكرك شكرا جزيلا سيادة السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. في سوريا تدور معارك عنيفة بين الجيش ومسلحي المعارضة في حي جوبر شرق العاصمة دمشق، وأفادت مصادر المعارضة بأن 20 شخصا على الأقل قتلوا خلال القتال الذي اندلع إثر شن فصائل مسلحة متمركزة في حي جوبر هجوما عنيفا على مواقع لقوات سورية على أطراف الحي. في الوقت نفسه أعلنت القوات السورية سيطرتها على أجزاء واسعة من شارع الحافظ الواصل بين حيي برزة وتشرين شرق دمشق. ويكمن أهمية هذا التقدم بالنسبة للقوات السورية في أنه يسمح لها بقطع طريق استراتيجي بين حيي تشرين وبرزة، فضلا عن فصل حي برزة عن بقية الأحياء الواقعة شرق دمشق. وصلت الدفعة الأولى من سكان حي الوعر بمدينة حمص إلى مدينة جرابلس شمالي حلب الواقعة تحت سيطرة الجيش الحر. يشار إلى أن اتفاقا تم التوصل إليه قبل أسبوع بين الحكومة والمعارضة السورية بضمانة روسية يقضي بإجلاء 15 ألف شخص من المسلحين وعائلاتهم إلى جرابلس بشمال سوريا أو إلى ريف حمص الشمالي أو إلى ريف إدلب. حي الوعير آخر معقل للمعارضة المسلحة في مدينة حمص السورية، تخرج منه فصائل المعارضة وعائلاتهم وفق اتفاق جاء برعاية روسية. يقضي الاتفاق بخروج آلاف المقاتلين والمدنيين على عدة دفعات خلال فترة أقصاها شهرين، وذلك بضمانة روسية، ويسمح للجيش السوري بالسيطرة الكاملة على مدينة حمص ثالث أكبر مدن سوريا. اليوم تبدأ عملية إخلاء حي الوعر من السلاح والمسلحين كدفعة أولى تنفيذا للمرحلة الثالثة من اتفاق حي الوعر. المتوقع اليوم خروج ما بين 400 إلى 500 مسلح مع عائلاتهم إلى الريف الشمالي الشرقي لمحافظة حلب. على الأرض قوى الأمن الداخلي في سوريا والهلال الأحمر العربي السوري إضافة إلى الشرطة العسكرية الروسية يشرفون على عملية الإخلاء. وتقدر المعارضة عدد من سيخرجون من حي الوعر عند استكمال الاتفاق بنحو 12 ألف شخص، بينهم 2500 مقاتل، وبحسب بنود الاتفاق فمن المقرر أن يتوجه المقاتلون وعائلاتهم إلى ريف حمص الشمالي أو إلى مدينة جرابلس الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة أو إلى محافظة إدلب. وخلال الأشهر الأخيرة وبالتزامن مع المعارك عمدت الحكومة السورية على التوصل إلى اتفاقات مصالحة عدة في المناطق القريبة من العاصمة دمشق، كان من أبرزها دارية ومعظمية الشام. نفذت مقاتلات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة 15 غارة على أهداف تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق أمس. وأشارت القيادة المركزية للتحالف في بيان اليوم إلى أنها شنت 7 غارات ضد مواقع تابعة للتنظيم في سوريا قرب مدينتي الرقة وتدمر، وأضافت أن طائراتها استهدفت مراكز لداعش
في 8 طلعات جوية قرب مناطق القائم وبيجي وكيسك والموصل وتل عفر. كان الموفد الأمريكي الخاص لدى التحالف الدولي ضد داعش بريت ماكغورغ قد أعلن مؤخرا أن القوات العراقية قطعت آخر المنافذ المؤدية إلى غرب مدينة الموصل، ما أدى إلى محاصرة عناصر التنظيم داخلها. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق دكتور حميدي عبد الله مدير مركز الشام للدراسات. دكتور حميدي، قراءتكم لتطورات الأوضاع الميدانية في المدن السورية التي تشهد حاليا اشتباكات؟ لا شك أن الجبهات الرئيسية المتاحلة الآن هي الجبهات التي تقع في المنطقة الشرقية، سواء جبهة تدمر أو جبهة ريف حلب الشرقي، هذه هي الجبهات الأساسية الرئيسية التي تستأثر بالجل المعارك التي تخطط وهي موجهة بالدرجة الأولى. ما يجري من الاشتباكات في مناطق أخرى مثل في محيط دمشق، في بعض الأشياء في محيط دمشق الشارعة، يمكن القول أنها اشتباكات لكنها لا تشكل جبهات أساسية، لكن الجبهات الأساسية هي تلك التي في مواجهة تنظيم داعش، باعتبار أن أكثر من 90% من الأرض الخارج سيطرة الدولة السورية تقع الآن حصرا تحت سيطرة داعش بدون شريك لهذه الجماعة الإرهابية. ولهذا السبب الآن الجهد الميداني يتركز على مناطق تواجد داعش، سواء على جبهة ريف حلب الشرقي أو على جبهة تدمر باتجاه دير الزور. بالنسبة لموازين القوى بين الجانبين المشتبكين الجيش السوري والمعارضة السورية، خاصة بالنظر إلى المعطيات الحالية على الصعيد الميداني شرق دمشق ومدى سيطرة الجيش السوري على الأوضاع؟ ما يجري شرق دمشق هو معارك لا يمكن أن تعتبر معارك كبيرة، باعتبار أن مواقع المعارضة المسلحة هي محاصرة من الجهات الأربعة، وتمتلك يعني الجيش السوري يمتلك تفوقا ملحوظا على كل المستويات، وبهذا المعنى هي معركة خاسرة، هي أقرب إلى الضغط من أجل إرغام المجموعات الإرهابية تحديدا جبهة الموصل سحب اعتراضها على رغم المسلحين بإجراء مصالحات وإنهاء التأزم في هذه الأحياء. بهذا المعنى مهما اشتدت وتيرة المعارك لكنها تبقى معارك محدودة ولا أفق لها باستثناء الموافقة نهائيا. طيب أخيرا، تقييمكم لإعلان الموفد الأمريكي الخاص لدى التحالف الدولي ضد داعش بريت ماكغورغ من أن القوات العراقية قطعت آخر المنافذ المؤدية إلى غرب مدينة الموصل، ما أدى إلى محاصرة عناصر للتنظيم الإرهابي داخلها، يعني هل يرقى ذلك في القريب إلى سيطرة كاملة على التنظيم الإرهابي؟ بكل تأكيد على الأقل في منطقة الموصل، لكن لا يزال هذا التنظيم يتواجد بقوة في صحراء الأنبار وهي مساحة واسعة حوالي 100,000 كيلومتر مربع، فبهذا المعنى يمكن القول أن معركة الموصل فعلا تكون أصبحت في بداياتها، لكن هذا لا يعني أن تنظيم داعش لا يملك الحرية على التحرك. طالما صحراء الأنبار تحت سيطرة داعش امتدادا إلى الأراضي السورية وتحديدا محافظة دير الزور ومحافظة الرقة، لا يمكن الحديث عن أن النهاية أصبحت قريبة جدا، إنما يمكن القول أن داعش لم يعد في وضع هجومي وخسر مواقع أساسية سواء في سوريا أو في العراق، وهو الآن عرضة لضغوط من الجيش السوري وحلفاء الجيش السوري ومن الجيش العراقي وحلفاء الجيش العراقي، وأعتقد أن المعركة استئصال داعش هي مسألة وقت. دكتور حميدي عبد الله، أشكرك جزيلا على هذه المداخلة. في القاهرة عقد تيار الغد السوري ندوة خاصة حول أهمية مشاركة السوريين بكافة أطيافهم في كتابة الدستور الجديد، وأكد المشاركون أنه لا معنى للحل السياسي بدون التعرف على بنود الدستور، مطالبين بأن تتحول قضية الدستور إلى قضية رأي عام داخل الأوساط السورية. تخطوها إحدى قوى المعارضة السورية تسعى من خلالها الوصول إلى توافق سياسي بين جميع أطراف الأزمة. الدستور وفصل السلطات وحقوق الأقليات،
أبرز ما جاء في ندوة تيار الغد السوري بحضور قانونيين وسياسيين وخبراء. صعب أن نستطيع نخطو أي خطوة نحو بناء سوريا أو نحو أن نخطو من هذه الأزمة بدون وضع الآليات التي يعني تتشارك فيها المعارضة والنظام. كل الأزمة السورية هي خروج أناس إلى الشارع طالبوا ببعض الحقوق وهو مطلب حق. لذلك نريد أن نقفز كل هذه مرحلة الصراع ونعيد هذه المسألة إلى رحم من خلال تسوية سياسية، إعلان دستوري يتضمن المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدولة السورية، من خلال توافق بين الطرفين النظام والمعارضة. طبيعة النظام، طبيعة العلاقات، طبيعة العلاقة بين السلطات، علاقة الأفراد، الحريات، حقوق الإنسان، تأسيس المؤسسة الدستورية الأساسية لمجلس النواب السوري، كل هذه قضايا أساسية الآن ينبغي أن ترسم ملامحها في جنيف وأستانا وأي اجتماع دولي بهم سوريين. اليوم جزء من الحل السياسي والعملية السياسية هي الدستور الذي يمثل يعني مستقبل سوريا. إن لم نتوافق على بنود الدستور ما بعتقد رح يكون العملية السياسية كاملة. أحد أهم البنود هي الدستور. نحن دائما نسعى لأنه الدستور يكون يعطي جميع السوريين بلا استثناء حقوق كاملة وتكون دولة ديمقراطية، الدولة اللي نحن بنطمح لها، دولة القانون. المشاركون في الندوة رفضوا الحل العسكري للأزمة، مطالبين كافة القوى الوطنية بوقف نزيف الدم ومساندة الجهود السلمية لإنهاء معاناة الشعب السوري. الوصول إلى تسوية سياسية وإقامة دستور جديد للبلاد يعكس الإرادة المجتمعية، أهداف تسعى وراءها بعض القوى السياسية السورية، فمن حق السوريين وحدهم بناء بلادهم دون تدخل من الأطراف الخارجية. محمد الخطيب، النيل. القوات العراقية تقدمها لتحرير غرب الموصل لتقترب خطوطها الأمامية من عناصر تنظيم داعش الإرهابي التي فرت إلى داخل المدينة. وأصبح الجسر الحديدي ومسجد نوري الشهير على مسافة قصيرة من إحكام القوات العراقية عليهما، على الرغم من صعوبات ضيق الشوارع والمباني الأثرية في تلك المدينة القديمة. مسافة قصيرة تفصل القوات العراقية عن جامع النوري بالمدينة القديمة بالموصل، وهو الجامع الذي أعلن منه أبو بكر البغدادي في يونيو عام 2014 تشكيل تنظيم داعش الإرهابي. تقدم مكنها من الاقتراب من الجسر الحديدي بغرب الموصل بعدما كبدت عناصر تنظيم داعش خسائر فادحة. حاليا نحن ماسكين خط صد قبل الجسر الحديدي تقريبا 100 متر، وإن شاء الله الساعات القليلة القادمة راح نوصل للجسر الحديدي، وأوقعنا خسائر كبيرة في صفوف داعش الإرهابي. غير أن عملية تحرير المدينة القديمة تتعرض لبعض الصعوبات، أهمها ضيق شوارعها ما يحول دون دخول العربات المدرعة، ما يعني إحداث تغير في استراتيجية القوات العراقية. المدينة القديمة طبيعة حالها الشوارع ضيقة، عجلات الهامر ما ممكن أن تدخل لها إلا في بعض الشوارع زين، فراح يكون القتال قتالات خاصة يعني فقط مشات راح يدخلون. واقتربت قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع من جامع النوري في وقت تعمل الطائرات على رصد واستهداف تحركات الإرهابيين الذين هربوا إلى داخل المدينة القديمة للاستفادة من الشوارع الضيقة والمنازل القديمة والمواقع الأثرية. المنطقة القديمة شوارعها ضيقة، كل ضيقة وبيوت قديمة أثرية قديمة، صعبة شوية القتال يعني. وتوغلت القوات العراقية في حي نابلس جنوب غربي الساحل الأيمن بالموصل، وتمكنت من إجلاء عدد من السكان من منطقتي باب الطوب وباب البيض بالمدينة القديمة إلى مناطق آمنة، حفاظا على حياة المدنيين الذين يعانون ظروفا غاية في الصعوبة. جدد الأزل.
المختار الشريف تأكيده أن استهداف الآمنين ودور العبادة وتخريبها والزج بها في صراعات طائفية تنفيذا لأجندات خارجية جريمة بشعة ترفضها شريعة الإسلام السمحة وكافة الشرائع السماوية والأعراف والتقاليد الإنسانية والقوانين الدولية. وأدان الأزهر في بيان له بشدة استهداف ميليشيا الحوثي لمسجد في منطقة صرواح التابعة لمحافظة مأرب شرقية اليمن يوم الجمعة الماضي، ما أسفر عن وقوع العشرات من الضحايا والمصابين. كما أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات في بيان لها هذا الهجوم، معربة عن خالص التعازي لأسر الشهداء ومؤكدة وقوف مصر مع الحكومة اليمنية الشرعية والشعب اليمني الشقيق في تلك المحنة. شنت طائرات التحالف العربي غارات على مواقع المتمردين الحوثيين في محافظة الحديدة غربي اليمن. واستهدف القصف مواقع للحوثيين في المطار العسكري وموقع الدفاع الجوي وعدة مناطق في مديرية الخوخة. كان 40 حوثيا قد قتلوا أمس في 3 غارات جوية شنتها قوات التحالف العربي على معسكر تدريبي في مديرية جبل راس بالحديدة. كما قتل عقيد في القوات الموالية للحوثيين وثلاثة من مرافقيه في غارة للتحالف على موقع عسكري في منطقة البرحة غربية محافظة تعز. عبرت تركيا عن غضبها بعد تظاهرة مؤيدة للأكراد في مدينة فرانكفورت الألمانية دعت إلى رفض التعديلات الدستورية في الاستفتاء المقرر في 16 من أبريل القادم. كان نحو 30,000 شخص مؤيدين للأكراد قد تظاهروا أمس في فرانكفورت غرب ألمانيا مطالبين بالديمقراطية ورفض تعديلات الدستور التي تعزز من صلاحيات الرئيس التركي. ورفع المتظاهرون شعارات ترمز إلى حزب العمال الكردستاني المتمرد الذي يقاتل أنقرة منذ عام 1984. وتشهد العلاقات بين برلين وأنقرة توترا منذ أن منعت ألمانيا وزراء أتراك من المشاركة في تجمعات مؤيدة لأردوغان قبل استفتاء 16 من إبريل. فترتنا الإخبارية الشاملة متواصلة معكم وفيها بعد أخبار الاقتصاد. كوريا الشمالية تجري اختبارا على محرك صاروخي وكيم يونغ أون يعتبر التجربة ميلادا جديدا لصناعة الصواريخ في بلاده. الرئيس محمود عباس يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى القاهرة تلبية لدعوة من الرئيس السيسي لبحث القضية الفلسطينية قبل أيام من انعقاد القمة العربية بعمان. الجيش الليبي يحكم سيطرته على المحور الغربي لمدينة بنغازي بالكامل ويبدأ تمشيط المنطقة تمهيدا لعودة الأهالي إلى ديارهم. معارك عنيفة على الأطراف الشرقية لدمشق والجيش السوري يعلن سيطرته على منطقة استراتيجية من قبضة مسلحي المعارضة. الآن إلى أهم وآخر أخبار المال والأعمال. نتحول إلى الزميلة ميرفة المليجي. تفضلي ميرفة. شكرا منى وريهام وأهلا بكم مشاهدينا وهذه الوقفة الاقتصادية لبانوراما النيل وأبرز ما فيها. البورصة المصرية تنتعش خلال تعاملات مستهل تداولات الأسبوع ومكاسبها تتجاوز 8 مليارات جنيه. أهلا
بكم. والبداية مع البورصة المصرية التي استهلت الأسبوع بنشاط كثيف دفع برأس مالها السوقي إلى مكاسب تخطت 8 مليارات جنيه في التعاملات المبكرة لمستهل تداولات الأسبوع. وقد قفز المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع منتصف التعاملات بنسبة 1.54%، في حين صعد مؤشر أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 25%. وامتدت الارتفاعات أيضا إلى مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 48%. تنطلق فعاليات منتدى الأعمال الأفريقي اليوم الأحد بمدينة شرم الشيخ ويستمر حتى 22 مارس الجاري. ويهدف المنتدى إلى تعزيز الاستثمار المصري وزيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا. وتقدر الفرص التصديرية المتاحة للشركات المصرية المشاركة بنحو 50 مليون دولار. ويشارك في المنتدى 150 شركة من كبار المصنعين المصريين و40 شركة من أكبر الشركات الأفريقية. كما ستستعرض هيئة تنمية قناة السويس فرص الاستثمار في المنطقة وطرح حوافز استثمارية للمصنعين المصريين والأفارقة. تعقد وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر مؤتمرا صحفيا اليوم بحضور وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل والمدير التنفيذي لمصر في البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، وكذلك المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر أسعد عالم، وذلك بهدف الإعلان عن بدء فعاليات مشروع تنمية الصعيد بمحافظتي سوهاج وقنا. كانت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي قد أعلنت أن الوزارة قد وفرت تمويلا بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي لبرنامج تنمية الصعيد في محافظتي سوهاج وقنا بهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المرتكزة على زيادة الدعم للقطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل المستدامة. توقع نائب رئيس وكالة موديز العالمية للتصنيفات الائتمانية ستيفن داك أن يحقق الاقتصاد المصري نموا حقيقيا هذا العام بنحو 4% ليرتفع إلى 5% على المدى المتوسط. وربط داك بين زيادة نسبة النمو الاقتصادي المصري وبين حجم الإصلاحات الاقتصادية المطبقة وعودة الاستثمار الأجنبي للبلاد. كما أكد نائب رئيس وكالة موديز العالمية على وجود مؤشرات مشجعة تبشر بتحسن معدلات النمو الاقتصادي لمصر في المستقبل القريب رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها، وفي مقدمتها قفزات معدل التضخم التي تجاوزت 30% بسبب تحرير سعر الصرف. نجحت الحكومة الأمريكية الجديدة المناهضة للتبادل الحر في الهيمنة على اجتماع مجموعة الـ20 في ألمانيا، بحيث لم يتطرق في بيانه الختامي إلى موضوعي الحمائية واتفاق باريس المناخية. وقد تمكنت الولايات المتحدة من سحب كلمة حمائية من البيان الختامي، وأثارت موضوع إعادة التفاوض حول منظمة التجارة العالمية، وهو ما يشير إلى وجود انقسام قوي داخل المجموعة. بعد نقاشات صعبة خلال قمتهم، نجحت الحكومة الأمريكية الجديدة المناهضة للتبادل الحر وتتعامل بحذر مع ملف تغير المناخ، نجحت في الهيمنة على اجتماعات وزراء المال لمجموعة الـ20 التي جرت في ألمانيا. الهيمنة الأمريكية تجلت في عدم تطرق البيان الختامي للاجتماعات لموضوعين شائكين هما الحمائية واتفاق باريس المناخي. وعلى صعيد التجارة العالمية، اكتفى وزراء مال المجموعة بالتعهد بالعمل على تعزيز مساهمة التجارة في الاقتصاد العالمي، وبذلك غاب التنديد التقليدي بالحمائية التجارية الذي وظبت مجموعة الـ20 على التعبير عنها، كما لم تتم الإشارة إلى اتفاق باريس حول التبادل المناخي بعد تقليص الولايات المتحدة التمويل المخصص للتصدي للاحتباس الحراري. وبالنسبة للموضوعات التقليدية الأخرى للمجموعة، وفي مقدمتها تصدي للتهرب الضريبي وتبييض الأموال وإصلاح الهندسة المالية الدولية، شكل البيان استمرارا للبيانات السابقة. أما فيما يخص الموضوعات الجديدة، فقد أبدت الـ20 قلقها من التداعيات المحتملة لجرائم الإنترنت على الأنظمة المالية الدولية، داعية مجلس الاستقرار المالي إلى تحديد المعايير وكيفية التحرك على هذا الصعيد. كذلك وافق الوزراء على خطة لمصلحة إفريقيا
تهدف إلى تسهيل الاستثمارات الخاصة في القارة، كما صادقوا أيضا على نشر قائمة بالدول غير المتعاونة على الصعيد الضريبي. ومع الانقسام الواضح خلال الاجتماعات وخروج أمريكا عن الصف العالمي، ينتظر المراقبون اجتماعا آخر يعقد في شهر يوليو المقبل من أجل إيجاد حل أو تكريس الانقسام حول اتفاقات التجارة الحرة وتغير المناخ. نهاية هذه الوقفة الاقتصادية وعودة للزملاء لاستكمال ما تبقى من بانوراما النيل، إليكم. شكرا ميرفت. أجرت اليوم كوريا الشمالية اختبارا على محرك صاروخي جديد فيما اعتبره الرئيس كيم يونغ أون ميلادا جديدا لصناعة الصواريخ في بلاده. وتزامنت هذه التجربة مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الأولى إلى الصين والتي غلب عليها ملف كوريا الشمالية. بلاد جديد لصناعة الصواريخ في كوريا الشمالية، هكذا وصف رئيس البلاد كيم جونغ أون تجربة اختبار محرك صاروخي جديد بعيد المدى يمتلك قدرة فائقة على إطلاق أقمار اصطناعية هي الأفضل عالميا على حد قوله. زعيم كوريا الشمالية ألمح إلى أن بيونغ يانغ قد تحصل قريبا على صاروخ جديد يسمح لها بوضع أقمار صناعية ثابتة في المدار الجغرافي لها. التجربة الجديدة لبيونغ يانغ تزامنت مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى الصين آخر محطات جولته الأسيوية التي شملت اليابان وكوريا الجنوبية وهيمن عليها ملف كوريا الشمالية. تيلرسون أكد عقب لقائه رئيس الصيني شي جين بينغ أن بلاده ستعمل مع بكين الحليف الرئيسي للنظام الكوري الشمالي لمحاولة دفع إدارة بيونغ يانغ إلى تغيير سياساتها النووية، لكنه أشار إلى وجود بعض الاختلافات في وجهات النظر بين واشنطن وبكين. ويبدو أن التوتر مع بيونغ يانغ قد دفع واشنطن إلى محاولة تحسين علاقتها مع بكين على خلاف الموقف الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية والذي أوحى بنشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين. ترامب يولي اهتماما كبيرا بالاتصالات التي جرت بالفعل بينكما، لا سيما الاتصال الهاتفي المطول حيث تم تبادل وجهات النظر بشأن رؤية الصين إزاء العلاقات مع الولايات المتحدة والرئيس ترامب أيضا، كما أنه يتطلع إلى توطيد التفاهم وإلى فرصة لزيارة بكين في المستقبل. وخلال لقائه نظيره الصيني وانغ يي في بكين لم يستبعد تيلرسون اللجوء إلى الخيار العسكري في التعامل مع كوريا الشمالية. تصريحات تيلرسون جاءت ردا على تجربتي بيونغ يانغ النوويتين عام 2016 وعلى إطلاق النظام الكوري الشمالي في الأونة الأخيرة صواريخ تم اعتبارها اختبارات تسبق ضربات محتملة ضد القواعد الأمريكية في اليابان. ونتحول في بانوراما النيل إلى أخبار الرياضة. يصحبكم في هذه الجولة الرياضية زميل محمد.